مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. أستقبل في الاستوديو أمين عام التنظيم الشعبي الناصري والنائب أسامة سعد. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير. مجموعة من المواضيع بدنا نحكي فيها، رح أبدأ بالحدث اليوم ربطا بما صرحت به في المجلس النيابي حينما أعلنت ترشيحك للأستاذ الجامعي عصام خليفي، وصفت هذا الاتفاق بأنه اتفاق العار. لماذا هو اتفاق العار؟ يعني لأقول لك في أكثر من اعتبار مرتبط بهذا الموضوع، وفي أكثر من سؤال يطرح هذا الموضوع أو هذا الاتفاق اللي تم. أولا يعني لازم نعرف أو نتأكد أنه هذا الاتفاق ما كان فيه تفريط بالسيادة اللبنانية، خصوصا أنه كثير من الخبراء والجيش اللبناني على رأسهم كان عم بفاوض لفترة طويلة بالناقورة على الخط 29، وشو اللي صار لحتى تم التراجع عن الخط 29 اللي هو يعني الخط اللي له سند قانوني، بينما الخط 23 اللي اعتمد بهذا الاتفاق ليس له أي سند قانوني. هاي أول نقطة بتخلينا نصير هذا التساؤل. الأمر الثاني أو التساؤل الثاني إنه شو موضوع خط الطفافات اللي معتبرها العدو الإسرائيلي إنه هو يعني خط مرتبط بالأمن الإسرائيلي، وإنه ليش لبنان سلم بهذا الأمر الواقع بالاتفاق، وإنه ظلت إسرائيل قادرة تفوت على هاي المنطقة البحرية اللي هي حددتها بعد انسحابها سنة 2000 من لبنان. وإذا كمان هذه نقطة تانية بنسأل عنها إنه شو موضوع خط الطفافات، ليش يعني الاتفاق كرسه كأمر واقع ولبنان وافق على هذا الأمر الواقع. التعبير اللي استخدم تحديدا، أنه صار في كتير يعني جدل حول التعبير، ستاتيكو كان التعبير بالإنجليزي، وهو لا يعني الاعتراف بشكل رسمي بوجود هذا الحدود، إنما عدم الإقرار فيه ولكن التعامل معه على أنه في المرحلة الحالية هو أمر قائم، مثل ما كان أمر قائم من سنة 2000 ولكن للألف. هذا اتفاق، يعني أنت باتفاق موقع من أعلى مرجع بلبنان وبأعلى مرجع من العدو الإسرائيلي، وهذا الاتفاق بده ينحط بالأمم المتحدة، وبالتالي أنت عم تعترف بسيادة العدو الإسرائيلي على منطقة بحرية تحت عنوان أمن الإسرائيلي. وهذه نقطة يعني محتاجة لتوضيح، ولازم اللي وقعوا الاتفاق يوضحوها. أمر ثالث انه العدو الاسرائيلي شريك بحق القانا، وهذا اكدوا الاتفاق انه هو شريك وله حصه تقريبا 17 او 18% من هذا الحقل. هل هو حقل لبناني؟ يبدو انه حسب الاتفاق الموقع انه مش بالكامل حقل لبناني، اسرائيل لها حصه في لهذا الحقل، وكيف بدها تتعاطى مع هاي المسألة قالوا بالالتفاف عبر شركة توتال هي بتعطي ما بنعرف من أرباحها من أصل الحال، لأنه إذا الإسرائيل عم بقول هذا له حصة فيه وإنه هذا ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة بتاعته، فإذا هو له حصة فيه، يعني توتال بتاخد أرباحها منه وبتعطيه للعدو الإسرائيلي حصيلته من 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 هذا الحائل. إذا هذه نقطة تانية، نقطة كمان من النقاط المطروحة إنه لبنان كيف بده يتعاطى مع هذا الغاز أو النفط اللي بده يطلع من حقل قانا، بصرف النظر قد ايه حجمه قد ايه كميته، هو حقل محتمل كما هو وارد بالاتفاق، إنه كيف بده يتعاطى مع هذا، وين بده يروح فيه؟ بده يجيبه على البر اللبناني ويعمل له تسييل، أو بده يشبك مع أنابيب ما يسمى منتدى الشرق الأوسط للغاز اللي في إسرائيل وفي مصر وفي الأردن وفي أبرس وفي بعتقد تركيا عبر إسرائيل. فإذا يعني نحن قدام عدة أسئلة، من الأسئلة كمان المطروحة بهذا، لأنه عم نقول نحن في إشكالية مجموعة تساؤلات كبير كبيرة دكتور، إذا بتسمح لي، هل هو اتفاق بين لبنان
والعدو الإسرائيلي شو طبيعة هالاتفاق. البعض من اللي وصفوا هذا الاتفاق انه هو اتفاق سلام اقتصادي مع العدو الإسرائيلي. بدي فوت معك بتفاصيل هذا الموضوع دكتور، بس اسمح لي لانه يبدو هناك معلومات متوافره يعني ستزودنا بها الزميله حليمه طبيعه فيما يتعلق بما يجري في الناقوره. حليمه. نعم ادم، يعني منذ ان خرج الوفد اللبناني من قصر بعبده كان على تواصل كل الوقت مع على عبر الخط الساخن مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. ما حصل انه عند وصول الوفد اللبناني إلى الناقورة تبين أن هناك خرق إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية عبر زوارق إسرائيلية. هذا الأمر استدعى أن يتواصل بسبب التواصل اللي هو حاصل على مدار الساعة بين بوصعب نائب رئيس مجلس النواب وبين رئيس الوفد مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير. قال له نائب رئيس مجلس النواب لا أنطوان شقير خليكن محلكن، ما تتحركوا ما تفوتوا على الخيمة قبل ما تتواصل مع رئيس الجمهورية ليأخذ القرار اللازم. فتواصل رئيس الوفد أنطوان شقير مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يلي أعطى توجيهاته أنه ما يدخلوا على الخيمة ويضلوا مكانهم لحتى التأكد من انسحاب الزوارق الإسرائيلية من المياه الإقليمية اللبنانية. وتم التواصل مع اليونيفل والجيش اللبناني. اليونيفل أبلغت لبنان منذ لحظات أنه تم انسحاب هذه الزوارق، تنتظر لبنان. الوفد اللبناني لم يدخل قبل التأكد من هذا الأمر من الجيش اللبناني، فقام الجيش اللبناني منذ لحظات بإبلاغ الوفد اللبناني بأنه فعلا انسحبت الزوارق الإسرائيلية حتى عاد الوفد اللبناني ليأخذ طريقه ويكمل باتجاه الخيمة حيث سيتم عملية تسليم الرسالة الموقعة من رئيس الجمهورية إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكستين. وهذا الموقف وصفه نائب رئيس مجلس النواب ياس بوصعب على تويتر بموقف مشرف للوفد الذي أرسله فخامة الرئيس إلى الناقورة في هذه الأثناء. يعني وما جرى يعني كان هذا الموقف بنتيجة التواصل الحاصل طوال الساعة عبر الخط الساخن بين الوفد وبين نائب رئيس مجلس النواب وبين رئيس الجمهورية. يعني حليمة هذا التطور أدى إلى تأخير في عقد الاجتماع أو وصول الوفد، دخول الوفد اللبناني إلى الخيمة. الوفد الإسرائيلي وصل منذ بعض الوقت، وكان من المفترض أنه 3:45 يوصل الوفد اللبناني ويدخل إلى الخيمة، إلا أنه هذا الخرق الإسرائيلي للمياه الإقليمية دفع بلبنان أن يأخذ موقف وأن لا يدخل إلى هذه الخيمة وأن يوقف هذه العملية قبل انسحاب العدو الإسرائيلي من المياه. مع الإشارة أكيد يعني خلال جولة الوسيط الأمريكي كان الطيران الحربي صحيح. الإسرائيلي يخرق الأجواء يخرق ويقوم باعتداءات صحيح. جوية. عموما سنكون في متابعة لمجريات وتطورات هذا الاجتماع في الناقورة معك خلال هذه الحلقة. كنا عم نطرح مجموعة من التساؤلات، وصلت لحد السؤال اللي كل العالم عم تسأله، وتعليقا على أنه وين دخلوا، على أي حدود بحرية، وين عمل الخرق، بمنطقة الطفافات أو بمنطقة تانية أو بعد شمال هذه الطفافات ولا وين؟ يعني ما هو مش واضح وين إنه عمل هذا الخرق. بكل أحوال استكمالا للتساؤلات، إنه هذا اتفاق وقعه رئيس جمهورية، فخامة رئيس جمهورية، وبالتالي هذا اتفاق بين كما هو وارد بالنص كمان اللي وصلنا نحن كنواب، واللي هو نص مش رسمي بس هو نص قاله هو ذاته اللي اتوقع اليوم، ما بنعرف اذا هو ذاته او في ملحقات ما بعرف شو هي. طيب تقلنا ونحكم على النسخة اللي صار، هو انه هذا اتفاق بين دولة اسرائيل ودولة لبنان. لفتك استوقفك التعبير بحد ذاته بالاتفاق، نعم يعني هو اتفاق بين دولتين، هلا برعاية امريكية باسلوب معين بدبلوماسية معينة، بأنه في رسالة بيعطوها الأمريكان للبنانيين بوقعوها اللبنانيين، ورسالة أخرى بوقع العدو الإسرائيلي، بس الآخر هذا اتفاق. وهذا هون بيطرح تساؤل أنه هذا الاتفاق لازم هو تنطبق عليه المادة بعتقد 58
من الدستور اللي هي بتفرض انه هذا الاتفاق يعرض على مجلس النواب ويناقشه مجلس النواب ولا يبرم الا بعد موافقة مجلس النواب. وهذه مسألة أساسية. في نقطتين بهالموضوع، انه هو معاهدة، هو اتفاق بين دولتين، يعني طبعا هو يحمل معنى الاعتراف بالعدو الإسرائيلي. هلا لبنان عبر هذا الاتفاق ويعترف بالعدو الإسرائيلي، هو يرسم حدوده مع العدو الإسرائيلي، يعني بمعنى أنه هو يعترف بهذا العدو، هو يتجاوز خط الهدنة 1923 و1949 اللي هن خطي الانسحاب واللي تكرسوا بالهدنة بمعاهدة الهدنة. طيب فإذا في هدنة، ما في ترسيم حدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي بشكل رسمي بين دولتين. في خط هدنة انطلق منه الخط 29 اللي هو رأس الناقورة، بينما الاتفاق انطلق من 30 متر شمال خط الناقورة أو نقطة أو رأس الناقورة. فإذا السؤال إنه هل هو اتفاق يستوجب عرضه على مجلس نواب؟ نحن قدمنا عريضة، مجموعة نواب طالبنا بأنه يناقش هذا الاتفاق في مجلس النواب، أن يعرض على مجلس النواب وأن يتم مناقشته ويبرم داخل مجلس النواب، لاعتبار أنه هو اتفاق، لاعتبار آخر أنه هو يرتب على لبنان أعباء أو يعني ثروات، يعني مرتبط بثروات الاقتصاد لأكثر من سنة، وبالتالي المادة الدستورية تفرض أن تتم موافقة مجلس النواب على هذا الاتفاق. الأمر التساؤلات الأخرى المرتبطة ب يعني التداعيات أو الآثار السياسية والأمنية على اللي برتبها هذا الاتفاق، انه شو بعدين؟ طيب هذا بالسياسي كيف بده يترجم؟ في له تبعات سياسية او لا على مستوى الوطني اللبناني، على المستوى الاقليمي؟ كيف تم هذا الاتفاق؟ في كان يعني رعاية، ما في رعاية امريكية واضحة، بس في موافقات ما من اطراف اقليمية مؤثرة غير العدو الاسرائيلي على هذا الاتفاق انه يمشي ويتم؟ هذا السؤال. لا واضح كيف بده طبعا واضح، انا معك. لا الترحيب الاقليمي اللي واضح. يعني بيانات نشرت من وزاره الخارجيه، في اعتبارات مرتبطه بحاجه اوروبا للغاز والنفط وكذا الى اخره، بس شو التبعات السياسيه على الساحه اللبنانيه؟ شو بده ينقال؟ انه شو بيرتب ذلك على مستقبل الصراع مع العدو الاسرائيلي عبر الحدود مع هذا العدو؟ انه في تهدئه طويله الامد؟ لا، في هاي التهدئه ما وصلت، انه نحن بعدنا بدنا ننتظر ترتيبات اخرى على خط البري مع العدو الإسرائيلي. هل سنلجأ إلى نفس الدبلوماسية لترسيم الحدود البرية وصولا إلى مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وضيعة الغجر والنقاط الخلافية على طول الخط الأزرق، أم إنه شو؟ يعني كيف بدنا نستكمل تحرير أراضينا إذا كان في أراضي لا زالت محتلة؟ وفعلا في أراضي لا زالت محتلة، فإذا كيف بدنا نسترجع هاي الأراضي؟ بأسلوب المقاومة ولا بأسلوب الدبلوماسية كما هو حصل بالترسيم البحري؟ حفوت معك بهذه الأسئلة. كيف هذا الاتفاق بدي يترجم بالسياسة الداخلية؟ يعني بدها تتغير المعادلات داخل الواقع السياسي اللبناني أو في شيء تاني؟ كل هذه مسائل تستوجب عرض الاتفاق على مجلس النواب لنقاشه، وتستوجب أيضا أن يعرض الاتفاق على الرأي العام اللبناني لا يعرف حاله، زائد اعتبارات تانية. معلش بدي تفضل بس وصل بعد فكرة، أنه أصلا اللبنانيين مش مطمئنين لهي المنظومة السياسية أنه هي قادرة لأن تدير هذه الثروة إن وجدت،
إن شاء الله تكون موجودة، لأنه بدنا نسأل وين الصندوق السيادي؟ بدهم يعملوا صندوق سيادي ووفق أي معايير، معايير المحاصصة كما اعتدنا أو معايير وطنية مرتبطة بحماية حق الأجيال اللبنانية الجديدة بأنه تستفيد من هذه الثروة. وين الشركة الوطنية اللي هي ممنوع تشتغل هناك بهاي المنطقة؟ فإذا كله هذا كلها أسئلة أساسية، ما بكفي ما يقولوا هذا انتصار وخلص ويضحكوا على اللبنانيين انه احنا حققنا انجاز تاريخي وحققنا انتصار. لا، في مليون سؤال لازم يجاوبوا عنهم، ولازم اللبنانيين يفهموا شو عم بيصير، يعرفوا شو عم بيصير، تنحط الامور قدامهم على الطاولة من فوق، وهذا حقهم الطبيعي بعد كل اللي صار، بعد كل هاي الازمات اللي عم بيعيشوها والمآسي اللي عم بيعيشوها اللبنانيين، من حقهم انه يطمئنوا انه لا في تفريط بالسيادة الوطنية ولا في يعني احتمالات سرقة ونهب او مزيد من السرقة والنهب لثرواتهم بعد ما جربوا المجربين يعني. طيب، في مليون سؤال، انا بعد عندي سؤال في هذا الاطار. اليوم تقدمت جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية، جبهة الدفاع عن الخط 29، بدعوة وتم تسجيلها في النيابة العامة ضد كل من يظهره من متورطين بالخيانة العظمى والتفريط بحقوق لبنان بمعرض الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي. إضافة إلى هذه التساؤلات اللي عم تتفضل فيها، هل تعتبر أو هل يتقاطع موقفك مع اعتبار وجود خيانة عظمى في هذا الموضوع؟ هذا حق يعني، هذا حق نائب أسامة سعد، هل يتقدموا يعني بتمنى أن القضاء اللبناني أن يكون شفاف إلى أقصى درجة بهالمسألة، لأنه هي مسألة مرتبطة يعني بخالفة جسيمة للدستور بأكثر من مادة دستورية، وبالتالي لابد من أنه يكون في جدية بالتعاطي مع هذا الملف بصرف النظر عن التبعات السياسية اللي بده يرتبها أي قرار قضائي بده يطلع، إن كان طلع لمصلحة هذا وأنا بتمنى يطلع لمصلحة هاي الدعوة، أو ما طلع لمصلحة هاي الدعوة، أو تم يعني كما جرت العادة بلبنان إنه الملفات الاستراتيجية والدقيقة والحساسة مثل انفجار المرفأ والاغتيالات العديدة اللي صارت واللي أدت إلى كوارث وطنية وأدت إلى حروب أهلية من 75 وأنت جاي، كل هيدا كان عم بيتم لفلفته لمصلحة المنظومة السياسية. إذا كان هيدا بده يصير، هيدا ما حيمنع أبدا إنه هاي التساؤلات اللي حطيناها إنه تضل هي ملحة بس هذه وحاضرة بكل مناسبة، والرأي العام بده يضل يتساءل عن هاي المسائل، ومش حيصدق انه ما في شيء صار وانه اللي صار هو انتصار كبير ومن دون اي تداعيات. بس اليوم في جهه، انت اليوم عم تحكي عن تساؤلات، اليوم في جهه وتقدمت بهذه الدعوه عم تعتبر انه هناك خيانه عظمى ما ارتكبها متورطين في هذا الملف، هذه التساؤلات اللي تفضلت فيها بأول الحلقة، هل ترقى إلى مستوى اعتبار النائب أسامة سعد أنه هناك من ارتكب هذه الخيانة؟ في مخالفات جسيمة للدستور اللبناني، لأنه أنا ما عم بحكي عن مخالفات، أنا عم بحكي عن خيانة وفق ما ورد في هذا التعبير. مش أنا بحدد، مين بده يحدد؟ مش القضاء؟ وإذا كان في مجلس أعلى يعني نطمئن له ويطمئن له اللبنانيون، مفروض كمان يحط ايده على هذا الموضوع يشوف اذا فيها الخيانة ولا لا. بس انا بقول لك فعلا في مخالفات للدستور، وانا بقول انه يتفضلوا اذا بدنا نحكي انه هن بدهم الشفافية وبدهم الوضوح وبدهم يمشوا بهذا الاتفاق من دون وجع راس، يتفضلوا يحطوا بتصرف مجلس النواب لمناقشته واقراره. طيب ليش ما بيعملوا هيك؟ من ضمن هذه التساؤلات اللي عم تحكي عنها دكتور أسامة،
تساؤلات مرتبطة بطبيعة الصراع في المرحلة المقبلة ربطا بهذا الاتفاق، وما يطرحه من علامات استفهام حول هل هو بداية تطبيع بشكل ما اقتصادي مع دولة العدو. في يعني حقيقة ما ممكن القفز فوقه، أنه لولا موافقة حزب الله أو غض نظر حزب الله أو تسامح حزب الله مع يعني مضمون هذا الاتفاق، هذا الاتفاق ما كان لينجز. أنت عم بتقول أنه التساؤلات، هناك من يعتبر أن هناك خيانة عظمى في هذا الموضوع، هل تعتبر بأن حزب الله في هذا الملف اللي هو يعتبره بيعتبر نفسه يعني أم الصبي تراجع في صراعه مع العدو الإسرائيلي؟ يعني هذا بدنا نسأله ولا هو أنا عم بسألك؟ لا يعني أوكي أوكي، يعني ما في شك أنه في شيء صار، يعني في اتفاق، في مفاهيم جديدة دخلت على مفهوم الصراع مع العدو الإسرائيلي تحت يعني عنوان اقتصادي مرتبط بالنفط والغاز وهذا. في شيء صار، في شيء صار. هلا هو كيف الحزب بده يتعاطى مع هذا التطور؟ خلينا نشوف، خلينا نراقب. انا ما بعرف كيف بده يتعاطى مع هذا التطور، بس ما في شك انه في تداعيات كما ذكرت لهذا الاتفاق، وتداعيات حزب الله يعني معني فيها بشكل أساسي ومش خارجة، والساحة اللبنانية كلها معنية فيها، واللبنانيون كلهم معنيين فيها، مش بس حزب الله. يعني هذا التطور اللي صار هن بسموه تاريخي. هلا تاريخي بأي اتجاه؟ في تاريخي سلبي وفي تاريخي إيجابي، بس تحت وطأة الأزمة كتير من اللبنانيين أوكي ماشي الحال. وطبعا يعني ممكن يكون هذا مدخل لإعادة تعويم الثقة بالمنظومة السياسية اللبنانية الفاسدة على المستوى الدولي، مش هيك؟ أنا سألتك يعني أنه نحن جينا سهلنا لكم، أنتوا بحاجة للغاز والنفط والكذا والأخرين، وإسرائيل بحاجة ل يعني بعض الاطمئنان الأمني، وهن عبروا يعني رئيس وزراء العدو عبر عن هذا الشيء أنه نحن اليوم اعتبر أنه هذا مكاسب أمنية واقتصادية لإسرائيل نتيجة هذا الاتفاق. طب خلينا نفهم، اذا يعني انا ما بدي اقول انه هو اللي عم بقوله صح، بس انا عم بقول انه في تساؤلات حقيقيه. يعني بهيك ملفات الى طابع استراتيجي وطني كبير هالقد، اهم شيء انه يكون فيها صراحه ووضوح وفيها نقاش علني، مش شيء مخبى تحت الطاولات. لأنه بده يطلع كلام كتير إنه هناك في ملحقات سرية وفي مش عارف شو وفي مش عارف شو، وكله ممكن. أنا ما بكذب عنهم خبر، بس لأنه أنا ما بكذب، ما عندي معطيات، بس أنا فعليا ما بكذب عنهم خبر. فلذلك عم بقول لك إنه خليهم يحطوا هالاتفاق كاملا قدام على طاولة مجلس النواب لنقاشه قدام الرأي العام، وإلا نحن بده يضل في شكوك حول هذا الموضوع وتحليلات، وإنه في صفقات وفي كذا وفي كذا. هول التساؤلات اللي عم تحكي عنه دكتور، هول التساؤلات اللي عم تحكي عنه دكتور، سمعنا هن زيتون يعني من اتهامات وجهت الى رئيس حكومه العدو من قبل خصومه، انه هنا ان هناك من اتهم رئيس حكومه تصريف الاعمال في كيان العدو بانه هو رضخ لحزب الله ورضخ للتهديد اللبناني، وتم التنازل عن حقوق ما يعتبره العدو حقوق خاصه فيه، بالوقت اللي بالجانب اللبناني كمان نفس السجال عم بيصير، انه في حدا بالخلاصه في حدا ما ربح ما حقق فوز كامل، وفي حدا أيضا ما خسر خسارة كاملة. يعني حتى البعض اللي بيعتبر أنه لولا تدخل حزب الله ما كان ليحصل لبنان ما تعتبره أو ما يعتبره الكثيرون أنه حد أدنى من هذا الحق اللي هو مسموح له. مع الأسف يعني بالكيان الصهيوني في آليات مساءلة ومحاسبة ومكاشفة ونقاش وحوار وكذا،
وهلا رايحين هن على انتخابات. يمكن بسبب هذا الاتفاق او هذا الاتفاق حيكون حاضر بالانتخابات مع قضايا اخرى طبعا، بس حيكون حاضر. بس لبنان وين هذا بصير؟ وين الحوار بصير؟ وين النقاش بصير؟ وين المحاسبة؟ وين المساءلة بتصير؟ هولي مجموعة من الناس هلا مقدمين راحوا ما لقوا محل يلجأوا له الا القضاء اللبناني، لانه ما حدا عم يسمع لهم، راحوا على القضاء اللبناني. الله اعلم اذا كمان القضاء يعني بي بي بالواقع اللي بنعرفه انه حيمشي بالموضوع بشكل جدي او لا. فاذا يعني عندنا مشكله، هن رايحين على انتخابات، بالانتخابات حيحاسبوا حتى لو بقى الاتفاق بناء للضغط الامريكي على العدو الاسرائيلي، بس انه بالاخر بصير في محاسبه سياسيه. طب وين هون المحاسبه السياسيه؟ مين بحاسب؟ هون في كيديه سياسيه. هون بكره ناس حيقولوا لك اوكي ما دام عملتوا هالاتفاق خلص ما عادش بدنا سلاح المقاومه، والاخرين بده يقولوا لك لا اوعوا سلاح المقاومه هو اللي انجز هذا الانجاز. تفضل، وين السياسه الدفاعيه عن لبنان بهيك هذا التجاذب اللي حنشهده اكيد؟ وهلا عم نشوف بوادره قدامنا انه في ناس عم تقول هيك وفي ناس عم تقول هيك. بس السؤال انه بالاخر نحن بدنا سياسه دفاعيه وطنيه عن لبنان. طب فيما لو خلينا نسال سؤال افتراضي، هذا الاتفاق كمان من ضمن الاسئله استطرادا يعني، انه كمان هذا الاتفاق شو تداعياته على السياسه الدفاعيه للبنان؟ وين بدنا نروح فيها؟ كيف بدنا نروح فيها؟ مع مين بدنا نروح فيها؟ مين هي عناصرها؟ شو الى اخره؟ كلها اي اسئله. انما انه بكره التعاطي بده يكون تعاطي كيدي، انه في فريق بده يقول انه ما عادش في داعي للسلاح، وفي فريق تاني بيقول هذا السلاح هو اللي جاب لكم هذا، وبالتالي بتضيع القصه وبضيع حق لبنان بسياسه دفاعيه وطنيه ضروريه ولازم تصير هلا قبل بكره. طب خلينا نسال سؤال افتراضي، فيما لو كان هناك سياسه دفاعيه مشتركه ولا يعني يقرر فيها طرف واحد وهو حزب الله، وهو وهو قام بخطوات يعني سبقت الاتفاق من ارسال مسيرات، فيما لو هناك سياسه دفاعيه، وبما انك تعتبر انه كان هناك تنازل بالحق اللبناني اللي يعني محصن باراء قانونيه انه نحن خطنا 29، فيما لو هناك سياسه دفاعيه، هل كنت تعتبر انه من حق لبنان الذهاب بعيدا حتى خوض حرب في هذا الموضوع للاكتفاء لتحصيل حقه، ام انه اخر شيء واحد بده يساوم ويتنازل بناء على موازين القوى؟ طب ليش لبنان اختار الوسيط الامريكي؟ وطبعا يعني في بين قوسين انه الوسيط الامريكي هو اسرائيلي وخادم بالجيش الاسرائيلي، وطبعا يعني الامريكان يعني مش نزيه وسيط، يعني الامريكاني مش نزيه وسيط نزيه لحتى مش نزيه وسيط نزيه نزيه مش وسيط نزيه. فلا يعني كان عنده خيارات لبنان يروح للتحكيم الدولي. اسرائيل لا تعترف بالتحكيم الدولي. ايه في 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 اليات تانية في لبنان. ليش معدل القرار 4633 ليه معدله وبعت تعديل له ومشي مع انه كان رأي الجيش ورأي الشركة البريطانية انه حق لبنان هو انطلاقا من نقطة رأس الناقورة هو 29. كان في لبنان يعدل هذا المرسوم ويوقف عنده وتضل هاي المنطقة منطقة نزاع. لنشوف بعدين شو بدنا نعمل. يعني ما هو هذا السؤال، بس في حدا بيقول لك ما هو السؤال انت بجر سؤال الى هذا يعني المورد. انه اوكي بكره المنطق بيجي بيقول لك انه اوكي انت ما دام عملت هذا الترسيم بالدبلوماسيه وبالوساطه الامريكيه وبالرعايه الامريكيه اوكي كفي، لكن على الحدود البريه ما هيدا منطق بجر منطق. يعني انه وهيدا يعني من اعتراف الى اعتراف، هيدا اعتراف
يعني ليش بده يتخبوا يقولوا لللبنانيين بشكل واضح انه لا نحن اعترفنا بالعدو الاسرائيلي لانه نحن رسمنا الحدود مع دولة اسمها اسرائيل مش فلسطين. ما رسموا الحدود هن مع فلسطين، هن رسموا الحدود مع دولة اسمها اسرائيل، وهذا اعتراف لبناني بهذا الكيان، وهذا تعبر عنه باكثر من مصدر امريكي وقالوا هذا الكلام واسرائيلي، وبعض اللبنانيين قالوا هذا الكلام. بس هيدي مش اول مرة بيكون في تواقيع لبنانية على مستندات تحمل اسم يعني لا يعترف لبنان بوجودها وهي دولة اسرائيل، من تفاهم نيسان الى اتفاق الهدنة. في من يعتبر ان هناك امر واقع يجب ان تتعامل معه دون ضرورة الاعتراف فيه، وهو وجود كيان احتلال موجود معك وانت بحاجة الى يعني في فرق بين انه توقف حرب وعدوان على لبنان على انك تتقاسم ثروات، على انه اولا تتقاسم ثروات وانه تحدد حدود. طب اخر سؤال بهذا الاطار دكتور، ما بتعتبر انه هناك شيء من المزايدة ربطا بقبول حزب الله بهذا الاتفاق؟ يعني هذا الطرف الذي يعتبر من قبل عدد كبير من اللبنانيين على انه مقاومة خاض وقدم تضحيات كبيرة في وجه الصراع مع اسرائيل، هناك من يقول اليوم انه لولا موافقة حزب الله لما كان هناك اي موافقة على هذا الاتفاق الذي يعد تنازلا وبداية مسار تطبيع مع الكيان العدو. يعني بعض اللي عم بيقولوا هذا الكلام ما هني مع التطبيع. مين هني مع التطبيع؟ يعني اللي عم بيقولوا هذا الكلام انه انه حزب الله يعني هني عم يستهدفوا حزب الله مش عم يستهدفوا التطبيع. يعني كتير من القوى السياسية اللي هي ضد موقفة ضد حزب الله وتعلن هذا الموقف ضد سلاح حزب الله هي مع الاتفاق، هي مع الاتفاق، هي مش ضد الاتفاق بس هي مع الاتفاق بس هي ضد حزب الله. هي ما عندها مشكلة مع التطبيع، هي عندها مشكلة هي مع الاتفاق، هي مع الاتفاق. نحن موقعنا عم نختلف هون، الموقع مختلف. يعني أنا ما بعبر عن هذا الموقف، بعبر عن موقفي الوطني إنه نحن ضد أي اعتراف، ضد أي تطبيع مع العدو الإسرائيلي، ومش مع هذا الاتفاق لأنه يعني في إخلال بقواعد قانونية وسيادية وإلى آخره اللي ذكرناها. وأيضا يعني بدي أسأل عن تبعات هذا الاتفاق، وأنا عم بقول إنه الحل بلبنان هو ب يعني إقرار سياسة دفاعية وطنية لا تستند لا إلى مطالب دولية وأقليمية ولا تستند إلى تجاذبات الطائفية والمذهبية المتحكمة بالمشهد السياسي اللبناني. نحن نروح على سياسة دفاعية وطنية خالصة من كل هاي الاعتبارات اللي عم تفرض نفسها على أي ملف يعني مرتبط بهذا الصراع وبهذه السياسة الدفاعية. طيب لا نختم النقاش بهيدي النقطة، ننتقل إلى يعني الموضوع المحلي، ما جرى في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية. عدد من النواب وانت كنت من ضمنهم اختاروا الأستاذ الجامعي عصام خليفة ورشحوا إلى رئاسة الجمهورية. هذا الموقف أدى إلى مجموعة من الأحداث أو من النتائج، منها ما اعتبر أنه تقسيم أو تفجير كتلة التغييريين من الداخل. لماذا كان الإصرار على طرح اسم تعرفون مسبقا أنه يعني ليس حتى اسم تفاوضيا في سباق رئاسة الجمهورية؟ مين قال؟ 10 أصوات. ايه 10 أصوات، يعني هذا يعبر عن توجه وطني وسياسي وأيضا يعني اجتماعي. هذا يعني اعتبرنا نحن الدكتور عصام خليفة يعبر عن توجهات وأهداف 17 تشرين اللي نحن مننتمي إلى واللي هي توجهات واضحة وباختصرها بعدة نقاط. إنه 17 تشرين قالت نحن شعب واحد، نرفض التمييز فيما بيننا على قواعد الطائفية والمذهبية. وعبر عنا عصام خليفة في أحد المحطات، عم بحكي عن محطة واحدة بس هو يعني عم أعطي نموذج، بمظاهرة المتحف
اللي كان هو يعني من قادة هذه المظاهرة واللي رفضت الحرب الأهلية واللي قالت طالبت بالوحدة الوطنية ومش هيك. طيب هاي أول نقطة. نقطة تانية مرتبطة بالسيادة الوطنية، يعني هذا الرجل هو مدافع يعني قوي عن حق لبنان السيادة في مياهه الأقليمية والبرية، وهو عامل دراسات حول هالموضوع، وبالتالي هو يعني من اللي بيعبروا عن إرادة اللبنانيين وإرادة شعبنا ب 17-20 بمسألة السيادة وبمسألة الكرامة الوطنية. عصام خليفة من الناس اللي يعني يحملون القضايا المطلبية والحقوقية، وهو مناضل نقابي، يعني هو لفترة طويلة كان رئيس رابطة الأساتذة الجامعة اللبنانية، وبالتالي عنده تجربة نقابية كتير مهمة، وطبعا يعني 17-20 تتقاطع معه بموضوع حق اللبنانيين بالصحة وبالتعليم وفرص العمل والضمانات والخدمات وإلى آخره. وهذه طيب الدكتور عصام خليفة يعكس روحية 17-20، الانتخابات النيابية عكست مزاج آخر عند الشعب اللبناني، والدليل على هذا المزاج هو ما أفرزته الانتخابات النيابية، ولو كان هناك خروقات عدة حضرتك منهم النواب اللي تمكنوا من دخول الندوة البرلمانية، بس على الأقل يعني انطلاقا من قاعدة أن هناك من اختار من يمثله في واقع نيابة موجود بالمجلس النيابي. الخيار دكتور عصام خليفة هو خيار مبدئي مثل ما أنت ذكرت، بس هناك واقع لابد من التعامل معه، وطبعا في ممكن الواحد يختار أنه أنا يعني اكتفي بالخيار المبدئي وضلني مصر على اسم مثل عصام خليفة، بس هناك نتيجة واضحة بأنه كتلة التغييريين نواب التغييريين ومن يعني رشح اسم عصام خليفة لن يتمكن من إيصال هذا الخيار المبدئي إلى سدد رئاسة الجمهورية، وفي مجموعة من الأسماء هي من تدور الإمكانية حول انتخابه، سواء ميشيل معوض، سليمان فرنجية، جوزيف عون. ألا يترتب مسؤولية على النواب اللي واضح جدا عندهم القدرة بأنه يميلوا الكفة إلى مصلحة شخص ما بأن يختاروا الاسم الأكثر تقاطعا مع خيارات معينة لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية؟ طب نحن شايفين التموضعات السياسية بين أوسان الطائفية والمذهبية داخل مجلس النواب، مش هيك؟ مش هيدا الواقع هيك؟ مش في تموضعات لها طابع طائفي ومذهبي داخل التكتلات الموجودة اللي هي متحكمة بالمشهد داخل مجلس النواب بالقرار كمان التشريعي والسياسي والرقابة والمحاسبة وكل شيء والانتخابي كمان والانتخابي. هلأ هي منقسمة، هي داخل بصراع فيما بينها، مش هيك؟ نحن ما خارج هذا الصراع، يعني هل الكتلة الوطنية أو التغييرية سميها مشات هي خارج هذا الصراع، وهي لما تكون هي خارج هذا الصراع ليش بدها تكون داخل هذا أي تفاهم محتمل بين هذه التكتلات؟ فيعني مش هون الموضوع، خلينا نقول وين الموضوع. الموضوع أنه نحن بدنا رئيس جمهورية، بدنا انتخابات رئيس جمهورية، مش لأنه نحن يمكن الرئيس ما يجي على مزاجنا وبحكم المعادلات القائمة يعني واللي بدها هي تجيب رئيس جمهورية، انه رئيس جمهورية هذا مش حيكون على مزاجنا ولا تنطبق عليه يعني لائحة المعايير اللي نحن حاطينها، بس ولكن هذا لا يمنع انه نحن بدنا العملية الديمقراطية تاخد مداها. هلأ هني داخلين بصراع، هذا الصراع يعني حدا مرشح عنده مرشح، آخرين ما عنده مرشح عم بحطوا ورقة بيضاء، وبعض الأحيان بين ورقة بيضاء وبين تعطيل النصاب عم تتعطل العملية كلها، وعدم قدرة الفريق الثاني أنه يقدر يجيب حدا. طيب نحن شو مطلوب من قوى التغيير؟ من قوى التغيير أنه هي تجمع حالة، إن شاء الله تقدر، أنا عم بقول أمنية
لا هي ومسعى ومسعى كان الأمني تضل مجمع حالها هلا الأمني انه تضل ومسعى لازم يصير انه تعمل جبهة وطنية او تكتل وطني داخل المجلس وتعبر عنه بالدكتور عصام خليفة كمرشح رئاسي وتقول انا هون موجودة انا هون موجودة وتضل ماشي بهذا الموضوع. هلا اني رايحين على حوار اذا راحوا على حوار ما بعرف هلا في دعوة, إيه دعوة لحوار اذا راحوا على حوار طيب وشو هالحوار يعني الحوار عنوانه انتخاب الرئيس. طيب هو انتخاب الرئيس معزول عن واقع الانسداد السياسي واسبابه واعتباراته وكذا والاخري ولا شو يعني ما مش واضحة القصة انه 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 هذا الحوار هو يعني حوار عشو انه مين الرئيس ولا حوار مرتبط بحالة بواقع الانسداد السياسي اللي عم بيمنع انتخاب رئيس وعم يمنع تشكيل حكومة واخذ البلد على المجهول. فاذا اذا بدنا نروح على حوار اذا هذا الحوار مطروح بس هو تحت عنوان الرئيس طب ما هذا حوار بده في ملفات تانية بدها تنفتح مرتبطة بانتخاب الرئيس مرتبطة بكل هذا الواقع السياسي المأزوم بالبلد. طيب نحن زي ما قلت نحن لا نحن كنا طرف بالصراع ولا بدنا نكون ولا لازم نكون كقوى تغيير طرف بالصراع الدائر بين هذه المحاور الطائفية والمذهبية وبالتالي نحن كمان بدناش نكون طرف بالتفاهمات فيما بينهم إذا حصلت هذه التفاهمات. نجي نحن بنقعد متموضع بموقعنا الوطني واللي بده يحكينا يحكينا بس هذا التموضع الوطني دكتور يعني سبق قدرنا نحقق لائحة شروطنا أو لائحة معاييرنا بكون عال ما قدرنا نحن بموقعنا ما فينا نكون غير هيك ما فينا نكون غير هيك وإلا بدنا نصير نبيع ونشتري. نحن غلط نبيع ونشتري بنفقد كل مصداقيتنا الوطنية وبنفقد كل مصداقيتنا. بس ليه دائما بده يتم يعني توصيف المسألة على انه بيع وشراء وتنازلات لمصلحة قوى طائفية يعني كمان ممكن حدا يقول لك انه انا انتو مش عن حالنا عم نحكي عن قوى النظام المنظومة السياسية اللي هي المنظومة السياسية شفتها في يوم من الايام اختلفت فيما بينها على السياسة التربوية او البيئية او الصحية او الاقتصادية او المالية او كذا كل خلافاتها حول مكاسب ومغانم السلطة كل خلافاتها حول الاجندات الاقليمية والدولية ما في مرة اختلفوا على ملفات من هذا النوع يعني هن دمروا الحياة السياسية اذا بدنا يعني خلينا نقول بكل صراحة هن دمروا الحياة السياسية بلبنان لأنه هن ما مارسوا السياسة بقدر ما مارسوا الصراع على مكاسب ومغانم على الكيدية السياسية ما يسمى بالكيدية السياسية إذا في شيء اسمه كيدية سياسية إنما وعلى ملفات خارجية مرتبطة بأجندات خارجية هذا اللي عم يعملوه ولا زالوا عم يعملوه وهلأ هن يعني عم يمكن يكون عم بدهم يقطعوا وقت ليشوفوا شو بده يصير بالإقليم من تفاهمات من 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 صراعات من كذا حتى يبنوا على الشيء مقتضى زي ما هن بيقولوا دائما على الشيء مقتضى انه شو بالله بيفرجها. طيب بس قصدي في يعني ربطا بانه دائما اعتبار هذه المساله عن انه بيع وشراء في مجموعه من المطالب او العناوين باعتبار خلينا ننطلق من الرقم اللي تمكنت من تحصيله للمرشح عصام خليفة واللي على يعني أهمية الرجل وعلى مزاياه مثل ما ذكرنا هو خيار مبدئي قد أو من الصعوبة جدا أن يصل إلى سدة الرئاسة. ليش ما بيكون في يخلق الله ما لا تعلمون يخلق الله ما لا تعلمون ليش ما بيكون في تحديد مجموعة من العناوين السياسية أو من المطالب يعني بيتم حملة لمرشح ربما يمتلك حظوظ أكبر والطلب منه بالتعهد بتطبيقه لكي يحصل على هذه الأصوات. مش هيدا بيخرج من إطار البيع والشراء بس بيصير بيدخل بإطار يعني شغل السياسة. ما هيدا صار ما أنا حددته كنت عم بحدده إنه هيدا شو المطالب اللي رفعتها رفع الشعب اللبناني ب 17 تشرين هي المطالب
يعني عم نحكي هي شعارات عن الوحدة الوطنية. لا يعني عم الوحدة المطالبة مطلب الوحدة الوطنية ولا شعار؟ كيف تترجم بالسياسة؟ بالنظام السياسي، بإلغاء الطائفية من النظام، وبالشروع بتنفيذ البنود الإصلاحية الواردة بالدستور. هذا عم نحكي هون عن وحدة وطنية، عم نبلش نحكي بهذا الخيار، خيار وطني حطته الناس، خيار آخر حطته الناس هو مرتبط بالمحاسبة والمراقبة، المحاسبة السياسية طبعا، لأنه كمان يعني الناس حملت بهذيك ب 17-20 ناس حملت المنظومة السياسية وكل من هم في تداول السلطة على مدى سنوات طويلة، حملتهم مسؤولية الانهيارات اللي الكبيرة اللي وصلها البلد والمآسي اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني هلأ. فكمان هذه نقطة مرتبطة بالمحاسبة والمساءلة والكذا. من النقاط الأخرى يعني اللي المرتبطة بهذا بمطالب هي الحقوق، حقوق الناس واللي هي مهدورة هلأ واللي هي مش عم توصل للناس، يعني ما حدا قادر يتحكم، ولا حدا قادر يعلم أولاده، ولا حدا قادر يأمن غذائه، ولا حدا قادر يحصل شقة عمره ووداعه من البنك، ولا حدا قادر مؤسسته قادرة تمشي، ولا دكتور ما بتصور في كهرباء ولا في مي ولا في ما بتصور أي من المرشحين سواء يعني المقدمين من قبل من تعتبرهم أنه منظومة ممكن يقلك أنه أنا ضد الوحدة الوطنية أو ضد حقوق الناس. السؤال لا هو لا بالترجم يعني بالترجمة أنه شو هلأ أنت شو المشهد يعني مهنة كل تموضعات طائفية ومذهبية. نحن عم نقول انه هاي المجموعة اللي تعبر عن 17-20 تيجي تعمل تموضع وطني داخل البرلمان وتعبر عنه بالموقف السياسي وعن توجهات 17-20 وبالتشريع لمصلحة هاي المطالب والحقوق الأساسية للناس وبالرقابة والمحاسبة المعطلة نتيجة شو؟ نتيجة انه هاي المنظومة هي بدها الحكومة وبدها مجلس النواب وبدها الإدارات وبدها المشاريع وبدها كل شيء تحت إيدها. إذا تصارعت بتعطل البلد، وإذا توافقت بتتحاصص البلد. ما هذا هيك الواقع. لما نحن نخلق حالة، وهذا يعني بتمنى أنه يكون في تجاوب، لما يكون في حالة متموضعة وطنيا، هذه الحالة مش بعددها، هذه الحالة بأدائها، بأدائها. هذه لما تكون موجودة بواقعنا البرلماني حتلاقي مساندة وتأييد واسع من رأي عام طويل عريض لبناني داعم ومساند. وهذا ما بيكفي، بس حتى نكون واقعيين، هذا ما بيكفي إذا ما ترافق مع أنه هاي الحالة، هذا الرأي العام، هيدي يعني الحالة الشعبية اللي طلعت من رحم 17-20، هاي الروح اللي لازالت حية وقائمة، انه هيدي بدها تتأثر بعمل وطني شعبي اهلي نقابي حتى تصير قادرة فعلي تعمل تغيير بالمعادلات السياسية، تعمل موازين قوى جديدة تفرض بشكل أو بآخر مسار تغيير بالبلد. هيدا هيك بدنا نفكر. إذا ما فكرنا هيك، إذا ما نفكر كيف بدنا نعمل يعني تفاهم مع هذا الفريق أو ذاك الفريق. سؤال رئاسي، شو هالتفاهم يعني بده يكون؟ يعني بده يكون في نوع من اتفاق يعني مسبق وتوزيع حصص واتفاقات، يعني نوع من تبادل المنافع. يعني سؤال رئاسي أخير، ومش ربطا باسم الشخص إنما ربطا ب يعني تكرار هذا السيناريو أكثر من مرة. كتير عم يدور حكي بأنه حجم المأزق وحجم عدم القدرة على الاتفاق على اسم يستطيع أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عم بيرجح خيار إمكانية الذهاب نحو الخيار الدائم التي تذهب إليه السلطة السياسية عند كل مأزق باختيار قائد المؤسسة العسكرية كمخرج لهذه الأزمة، فيما لو ارتفعت حظوظ قائد الجيش جوزيف عون. كيف ينظر النائب أسامة سعد على إعادة انتخاب رئيس جمهورية هو قائد الجيش اللبناني مرة جديدة؟ يعني أتمنى أنه هذا ما يصير عرف،
بحياتنا السياسية. هو صار يعني انه ايه انه ما يصير عرف، لانه يعني المرحلة اللي عم بعيشها لبنان واوضاعه وتغييب سياسي والتصحر السياسي الموجود يحتاج كمان الى يعني إدارة سياسية للبلد أكثر ما يحتاج إلى إدارة أمنية. يعني قائد الجيش نجاح كبير بإدارة الوضع الأمني بظروف صعبة وبأيام صعبة، ولا زال يعني والمخاطر قدامنا مش ورانا، يعني المخاطر قدامنا خصوصا أنه الأوضاع الاجتماعية. هذا النجاح الأمني مش ممكن يكون مقدمة لنجاح سياسي؟ مش شرط، ما بعرف، أنا ما بشوفه أنه هذا شرط من شروط النجاح، إنما أنا عم بقول شو المطلوب، أنا مش عم قيم حدا. مع الاحترام الشديد لكل المقامات ولقائد الجيش، إنما أنا عم بقول شو البلد محتاج. محتاج البلد لإدارة سياسية، لعقل سياسي، ل يعني معالجات سياسية. نحن قدام يعني انسداد سياسي، نحن قدام تصحر سياسي كما ذكرت، فهذا البلد ما بيمشي هيك، يعني ما بيمشي البلد بهذه الطريقة. البلد محتاج انه يعمل انتقال سلمي وآمن، والجيش هون له دور بالتأكيد، انتقال سلمي وآمن من واقع سياسي مأزوم وانهيارات كبرى وخراب كبير إلى واقع سياسي جديد تطرح فيه أفكار وبرامج وتتصارع فيه ديمقراطيا وسلميا. وهذا المطلوب، هذا الانتقال. يعني بصراحة أو بتعبير يعني مختصر، نحن محتاجين لنروح لدولة عصرية، دولة حديثة، دولة عدالة، دولة حقوق الناس، دولة مواطنة. مين بده يأمنها غير يعني عقل سياسي وإدارة سياسية؟ طيب. موضوع مش موضوع انه والله في مخاطر امنيه وفي كذا وفي كذا وبالتالي بيطلع حد انه لازم يكون في عسكري هو اللي رئيس جمهوريه، بيطلع حدا تاني بيقول لك انه خي في ازمه اقتصاديه، في كذا في كذا، لازم يجي حدا اقتصادي، بيجي حدا ثالث بيقول لك في وضع مالي متدهور كذا، بيطلع انه بدنا نجيب رئيس جمهوريه مالي. ما خصها بها السياسه، هي الاساس. لما تنهار السياسة ينهار معها كل شيء بما فيهم الأمن. وهلأ أنت بتشوف أنه قديش الأمن عم يتعب لأنه الواقع السياسي مأزوم. يعني لما يكون هالقد مأزوم الأمن، فإذا الواقع السياسي الأمني بده يكون، لما يكون مأزوم هالقد السياسي، الواقع الأمني بده يكون يعني انعكاس له ونتيجته خطيره. اذا بتسمح لي سؤال اخير دكتور، منذ الانتخابات كان واضح جدا تريثك بانك تكون جزء من المجموعه التي وصفت فيما بعد على انها كتله نواب التغييريين. من بعد كل شيء صار ويعني احداث متتاليه من خروج وانشقاقات داخل التكتل، هل تعتبر أنه تريثك كان بمحله، وأنه فكرة وجود كتلة معروفة بالاسم وبالشكل هو كان خيار خاطئ؟ لا، أنا كنت عم بقول ولازلت عم بقول لحد هلا أنه هاي نواب التغيير والنواب المستقلين اللي خارج المحاور الداخلية والخارجية طبعا وامتدادات الخارجية، يعني نواب التغيير وآخرين مستقلين، أنه لازم يسعوا لتشكيل جبهة وطنية داخل مجلس النواب. لازلت يعني لازلت متمسك بهذا المسعى ولازم نكفي فيه، وبتمنى أنه يصير. وهذه الجبهة مش بتحتاج إلى إخراج منا كل من لا يتقاطع مع طروحات هذه الجبهة؟ لا، اللي بحب يكون فيها يكون، شو المشكلة؟ يعني هي مش 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 حزب، هي جبهة أو هي تجمع لنواب عم بيعبروا عن هوية وطنية وحاملين توجهات وأهداف 17-20 اللي عبر عنها الشعب اللبناني، ويجي بيقولوا نحن هون موجودين بصرف النظر قديه حيكون عددهم.
وان شاء الله يكون عددهم كبير، وان شاء الله هالتشرذم اللي صار بسبب يعني استحقاق رئاسة الجمهورية وما سبقه من يعني اشكالات انه يرجع يلم حاله. انا بتمنى هذا يلم الشيء. حاله او يفرز حاله، مش او يفرز، هذا خيارات هي الناس بتحددها. يعني انا بفضل انه تضل المساعي لنجمع مش لنفرق. أمين عام تنظيم الشعب الناصري النائب أسامة سعد، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة وعلى يعني كل ما ورد فيها، شكرا كثير لك. شكرا. والشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة. في يسقط حكم الفاسد هذا الأسبوع.